مرحبا. أهلين. مرحبا أنسي نور. قلت لحالي تأخرت ما رح تستنوني، زحمة سير وناس مو طبيعية، أول مرة بشوف الشوارع معباية تعباية. بس يعني نحنا طالع شغلي اليوم. شكرا. مصطفى نالجي وهاجر أوفجيك. اسمعنا نحنا تماما، منيح اللي لحقت، لو متأخر شوي معناتها كانت راحت علي. يلا سامي. مين هاد؟ رفيق الروح. كأنه مو جاي حدا من أهلك. ليكونوا أهلك مو موافقين. أجل الحديث هلا. تفضلوا. افرحي يا ست نور، أخيرا حلمك رح يتحقق. بتصدقي أنا متوتر أكثر منك؟ انتوا تفضلوا لهون. هون بيقعدوا الشهود ما هيك؟ ما تعرفنا عليك. أنا أخوها لهاجر. أهلا وسهلا. اسمك وكنيتك؟ هاجر أوفاجيك. اسم الأم شو؟ وردة. اسم الأب كمان؟ محمود. مكان الولادة؟ باسطنبول. اسمك وكنيتك يا ابني؟ مصطفى نلجي. اسم الأم شو؟ زاهدة. اسم الأب كمان؟ أمين. مكان الولادة؟ أزمير. أنت وياها يا ابني قدمتوا بيانات بطلب للزواج على سنة الله ورسوله، وجايين لهون لتكتبوا كتابكم، بترددوا نفس الكلام اللي بقلكن يا قدام الشهود. أنت يا هاجر أوفاجيك، هل تقبلين مصطفى نالجي زوجا لك على سنة الله ورسوله وأنت بكامل قواك العقلية؟ أقبل. وأنت مصطفى نالجي، هل تقبل بهاجر أوفاجيك زوجة على سنة الله ورسوله وأنت بكامل إرادتك وقواك العقلية؟ أقبل. وأنتوا يا ابني بتشهدوا على هالشي؟ إيه طبعا. وطي الصوت لو سمحت. يلا لف وجرع. شو؟ أنا ماني جاهزة، بدي أرجع على البيت. بس هلا أهلي بيكونوا ناطرين جايتنا. ناطرينك إلك مو ناطريني إلي. شو ممكن تكون ردة فعلهم ما فيني أتخيلها. أنا ملبكة متوترة. بس لما تزوجنا ما حسبنا حساب هالشي يا نور. إيه بعرف، بس أنا كتير ملبكة. أعصابي تعبانة اليوم وماني لقيانة. بتعرف إنهم ما رح يتقبلوا فكرة زواجنا، وبجوز يتخانقوا معك وتزعلوا من بعضكن بسببي مصطفى. اسمع مني، اتركن هلأ، ما بتعرف شو بصير بعدين. والله أنا خلص مليت من الخناق والعياط طول الوقت، بجوز ما أقدر أتحمل هالمرة. بس ما فيني خبي عنهم خبر زواجنا للأبد. طب قلن ياها شوي شوي. ما بصير تفوت لعندهم فجأة بدون مقدمات وتقلن تخيل موقفنا ساعتها، ما رح يستوعبوا. إذا ما رحنا هلأ بيقلقوا، بعرفهم ورح يسألوا ليش ما جيت ورح يبلشوا يدقدولي. بتلاقي لك شي حجة، بس بترجاك لا تستعجل، خلينا نأجل نروح على بعدين مشاني. معناتها بنرجع دغري من هون.